السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا فيديو اليوم إن شاء الله سنجيب من خلاله عن أسئلة الصرف وتحويل جمع التكسير صفحة 196. أستخرج جمع تكسير فيما يأتي: سبب وباء كورونا وفاة بعض سكان البوادي والمدن. إذا بالنسبة لجمع التكسير اللي عندنا في هذه الجملة، عندنا سكاني وعندنا كلمة البوادي وعندنا كلمة المدن. استقبلت المستشفيات، إذا المستشفيات هذا جمع مؤنث سالم. المرضى، إذا المريضون مرضى، إذا عندنا المرضى. دون أن تظهر عليهم أعراض، إذا أعراض كذلك مرض كورونا. استعمل الذكور، إذا ذكر وذكور، إذا الذكور. والإناث صغارا وكبارا، إذا لدينا كذلك والإناث صغارا وكبارا، كمامات واقية. السؤال الثاني: أحدد مفرد كل جمع تكسير وأحدد وزنه. دول، إذا على وزن فعال مفرده دولة. كراسي على وزن فعال، إذا مفرده كرسي. أدوار على وزن أفعال مفرده دور. صناديق على وزن مفاعيل مفرد صندوق. أحدد مفرد جمع التكسير في الجمل بوضع أو سطر تحت الجواب المناسب. الرعاة أو لجمع الراعي، إذا نقول راعي رعاة. أجفان مفرده جفن. صيات مفرده صوت. جمع عندليب هو، إذا عندليب الجمع ديالها هو عنادل، إذا عنادل الجمع الصحيح ديال عندليب هو عنادل. نمر الآن إلى السؤال الموالي، السؤال الخامس: أحول المفرد إلى جمع تكسير وأضعه في المكان الفارغ من الجمل الآتية. إذا الكريم الجمع ديالو الكرماء، الكرماء يقدمون يد المساعدة إلى، إذا الفقير الجمع ديالها الفقراء. تبني، إذا هنا عندنا العصفور، إذا نقولوا العصافير. عش أعشاش، أعشاشها على غصن الأغصان، إذا تبني العصافير أعشاشها على الأغصان. عندنا الخشب الجمع ديالها الأخشب. مسمار مسامير. السرير كنقولوا الأسرة، إذا يحتاج النجار إلى الأخشاب والمسامير لصنع الأسرة. السؤال السادس: آتي بجمع تكسير لكل مفرد وأركبه في جملة. نشاط أنشطة، إذا غادي نركب جملة فيها كلمة أنشطة. إذا يمكن أن نقول يمارس الرياضي، يمارس الرياضي أنشطة، أنشطة متنوعة، متنوعة، إذا أنشطة متنوعة. الجملة الثانية والكلمة الثانية ظاهرة، إذا الظواهر. يعمل هذا العالم على دراسة الظواهر، إذا بدون تضعيف الظواهر. الجيولوجيا مثلا أو الفيزيائية أو البيولوجيا إلى آخره. الجيولوجية، الجيولوجي مثلا كالزلازل إلى آخره، إذا الظواهر الجيولوجية. السؤال أو الكلمة الموالية عندنا غلاف أغلفة، أغلفة مثلا باع الكتبي، الكتبي يعني صاحب المكتبة، الكتبي أغلفة، أغلفة كثيرة، كثيرة في الدخول المدرسي،
في الدخول المدرسي. المدرسي، إذا في الدخول المدرسي. إذا الآن غادي نمر السؤال السابع. أركب جملتين مفيدتان أو مفيدتين ترتبطان بماذا؟ بمجال تحديات العالم المعاصر وتتضمنان جمع تكسير. إذا جوج ديال الجمل كترتبط بهذا المجال ديال تحديات العالم المعاصر فيها جمع تكسير. إذا يمكن أن نقول مثلا مثلا جميع أنواع، إذا عندنا جمع تكسير أنواع، جميع أنواع التلوث تهدد الحياة على سطح الأرض. إذا جميع أنواع التلوث تهدد الحياة على سطح الأرض. إذا بالنسبة للجملة الثانية يمكن أن نتكلم مثلا عن الموارد مثلا المائية. تعرف إذا الموارد، إذا جمع التكسير عندنا هنا هو الموارد المائية استنزافا، يعني تعريف استغلال مكثف، استنزافا خطيرا خلال العقود، يعني السنوات، العقد هو 10 سنوات، إذا خلال العقود الأخيرة. إذا إلى هنا ينتهي هذا الفيديو بطبيعة الحال. نلتقي إن شاء الله في فيديو قادم مع درس التركيب، الحال والجملة الحالية، إذا أنشطة تطبيقية. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.